ننتقل الحين لوجهة تجمع العالم وتعتبر أحد أهم المنتزهات الثقافية والمقصد العائلي الأول للترفيه والتسوق. أكيد عرفتوا وين. Global Village. برافو. القرية العالمية. وخلونا نسير عند الزميلة سوسن سعد المتواجدة هناك. مساك الله بالخير يا سوسن. مساء الخير رؤى ومحمد. من برج خليفة إلى القرية العالمية. القرية العالمية أحسها تشبهني وتشبه طاقتي، لأني بعرف أتكلم مصري كويس جدا، وبعرف أحكي أردني كتير منيح، وبحكي لبناني كتير 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 منيح، ونهدر الهدرة المغربية الدارجة، ونتكلم تونسي برشة باهية، وأرمس إماراتي وايد زين، وأتكلم باللهجة السعودية مرة كويس، الجداوية تحديدا. انشانتي مسيو بونسوار كونيشيوا اوبريغادا بكل اللهجات امسي عليكم. شفتوا ليش القريه العالميه تشبهني؟ ارض الحضارات والثقافات المختلفه. اليوم المكان الوحيد في كل دوله الامارات ومدينه دبي اللي بيحتفل بالعام الجديد كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7 مرات. القرية العالمية ستحتفل بالتزامن مع كل دولها بمناطق زمنية مختلفة. 7 مرات سنحتفل في القرية العالمية. نحن احتفلنا في الصين الساعة 8، كل ساعة ابتداء من الساعة 8 مساء إلى 1 بعد منتصف الليل. الجماهير على موعد مع حفل لا ينسى مبهر. سماء القرية العالمية ومنطقة القدرة تحديدا ستكون مشعة كل الألوان، الأحمر والأخضر والأصفر والعروض اللي كلنا بنتذكرها. بنودع 2023 بطريقة رائعة. اليوم القرية العالمية تفتح أبوابها للسيدات والعائلات فقط. إذا سألتوني ليش هي الوجهة الأولى للعائلات اليوم، بقول لكم لأن كل العروض أكيد تشبه الأطفال وتشبه المراهقين وتشبه الكبار وتشبه الصغار. شو أحلى من اللمة في القرية العالمية. خلفي مباشرة هي بوابة العالم، لأن دبي تجمع العالم، فهنا في هذه الأرض العالم، ومعا في دبي سنحتفل بليلة مبهرة. طبعا الليلة الكبيرة والأكبر هناك عندكم رؤى ومحمد في برج خليفة، وبرج خليفة الذي سيضيء العالم اليوم. شفنا من لحظات شوي الاحتفالات القرية الصينية في تمام الساعة 8، بنتطلق في تمام الساعة 9 احتفالات القرية البنغلاديشية، وبعدين القرية الهندية، وبعدين القرية الباكستانية، وبعدين القرية الإماراتية في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضا القرية التركية في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل. القرية العالمية هي وجهة أولى بامتياز لكل العائلات. ليش يا سوسن؟ لأن فيها 3500 منفذ للتسوق، يعني الحريم بيفلسون ريايلهم اليوم. أنا أقول لكم إياها اليوم في صرف. 90 دولة مع عروضها المختلفة وحفلاتها الرائعة، 250 منفذ للطعام، كل الأكلات من كل البلدان، الأكل الياباني، السوشي، الشرمز، البرياني، يعني كل هذا موجود وأكثر. ستنطلق الآن إحدى الاحتفالات، شفتوا، ولايف وعلى الهواء مباشرة. سنحتفل معكم في أجواء القرية العالمية الرائعة. إحدى الاحتفالات في إحدى الدول والقرى الآن تنطلق مشاهدينا في هذه اللحظات المبهرة. 7 احتفالات ل7 دول وقرى مختلفة فقط في القرية العالمية. ليس هناك بقعة على الأرض في دبي تحتفل كما تحتفل القرية العالمية. اليوم سنحتفل مع القرية العالمية 7 مرات بالعام الجديد. يا سلام، يعني شو هذا الجمال، ومصورنا الرائع تحية كبيرة له. والآن رؤى ومحمد أتمنى لكم كل التوفيق من كل قلبي في تغطيتكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وكل مشاهدي قناة دبي بألف خير. نرجع لكم في هذه الأثناء على الاستوديو، ونحن نحملنا وكلنا فرح وبهجة من قلب القرية العالمية. 7 احتفالات بالعام الجديد لكم للاحتفال الأكبر في برج خليفة.